يقول: إذا كان الرجل في مكان الخلاء والوضوء فقضى حاجته ومن ثم توضأ ثم خرج من دورات المياه، فأيهما يذكر أولا، قول غفرانك أم الشهادتين؟ كلاهما، الشهادتان أكد، يأتي بالشهادتين بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وهذا يكفي عن قول غفرانك.